We are here in this day in January 8, 2024 in Jumeilah camp distributing the 120 food packages for the displaced people here and our gratitude and thanks for the support. Thanks. شكراً وعلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024 ميلادي، نقوم بتدشين وتوزيع السلال الغذائية وتوزيعها على الأسر الفقيرة والنازحة والمهجرة في اليمن محافظة مأرب في مخيم جميلان. شكرا لكل الداعمين، نسأل الله أن يجازهم خير الجزاء وأن يبارك لهم في أموالهم وأولادهم.